محمد بن سهاج، اخبار الاسعار ايه دلوقتي؟ ايوه السلام عليكم يا فندم. ازيك استاذ احمد عامل ايه؟ أهلاً. والله انا متصل من زمان يا استاذ احمد، مش عارفه انا اوصل لك يعني. معلش هو استاذ احمد الدنيا نار والله. انا مشتريه كيلو البان النهارده 70 جنيه. كيلو ايه ده؟ كيلو الطماطم. كيلو ايه اللي ب 70 جنيه ده؟ كيلو البانيه. البانيه، فراخ البانيه. كيلو البانيه. الله والله. الفراخ البانيه. والفرخ والله كيلو الفراخ العادية بكام يا محمد؟ الفرخة العادية بكام؟ الفرخة كيلو الفراخ العادية بحاجة و30 جنيه. ماشي. والبلدي بكام؟ يا كل حاجة يا عز. ما هي البلدي، البلدي مولع، كله مولع يا استاذ. كله مولع. يعني قبل ما تشتري فرختين، بلدي تشتري الفرختين ب 150 جنيه. يعني نار يا استاذ احمد، الناس مش عارفة تعيش، حسبي الله ونعم. اتدمرت البلد يا استاذ احمد، والله ما عارفين نعملوا ايه في شهر رمضان. البلد متدمره، البلد متدمره في الغالب. طب التموين ما بيساعدش ومفيش جمعيات يعني بتنزل؟ التموين ايه يا استاذ احمد؟ التموين ايه؟ التموين التموين ده، التموين ده اللي كانت الناس زمان هتاخد التموين يعيشها الشهر كله. التموين ايه اللي يعيش الناس ده؟ لا في سكر ولا لا في زيت رز ولا في هدي ولا في هدي ولا في هدي، ده في شويه السكر وشويه الزيت، فيش غير كده. وهيديهم ليك، احنا رحنا نجيب التموين قال لنا لا. طب يا محمد، ممنوع. ام محمد وزير التموين بيقول لك اللي بياخد 1500 جنيه مش هندي له تموين. تقولي ايه لوزير التموين بتاع السيسي؟ هنقول له حرام عليك يا ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت ورئيسك امشوا وسيب البلد دمرتوها. يسقط يسقط حكم السيسي واللي معاه. شكرا يا استاذ احمد. شكرا ليك، اشكرك يا محمد.